وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، ونجمنا النهاردة هو الفنان إياد نصار اللي حالياً بتعرض دي حلقات مسلسله الجديد مفترق طرق، واللي بيشاركوا فيه النجمة هند صبري، وكمان هو أبدع في دوره في مسلسل إلا الطلاق اللي شاركوا فيه دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف. تعالوا نشوف إياد نصار بيعمل إيه على السوشيال ميديا. إياد نصار عنده أكاونت واحد بس على الإنستجرام، وبيحب ينشر عليه أعماله والجديد في أي حاجة تخص شغله. فتعالوا نشوف الإنستجرام فيه إيه. بيتابع إياد نصار حوالي 1,500,000 متابع، وهو بيتابع 312 أكاونت، معظمهم من الوسط الفني زي الفنان ماجد المصري وهند صبري وغيرهم من النجوم. وهو ناشر لحد دلوقتي تقريباً حوالي 854 صورة وفيديو. معظم الصور والفيديوز في أكاونت إياد نصار مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز ليهم زي مسلسل إلا الطلاق، وش وضهر، وأصحاب ولا أعز. وده كان سوشيال لاب إياد نصار. استنونا كل أسبوع وفنان جديد وسوشيال لاب جديد.